يلا يا مامي، خد 3 ساعات على الدواء اللي بيوجع لك بطنك. من فضلك كلي اي حاجه. نفسي غم عليا خالص يا مامي، كلها حاجات خفيفه جدا. بليز حاولي. مش قادره. طب هنقضي سهره النهارده ازاي؟ نتفرج على فيلم. ماشي، تنقي انت ولا نقي انا؟ بس في فيلم كنت شفته زمان انا وبابي في باريس، فيلم فرنسي بحبه قوي، حابه اشوفه تاني. طب انت فاكره اسمه عشان ادور عليه؟ لا بصي، افتحي عندك هنا. هنا؟ اه، في الاول قمت تلاقي الدي في دي. اوكي. انا لقيته في محل هنا في الزمالك. كنت مصدقتش نفسي، كنت مبسوطه جدا. قلت اعمل لبابي سيربرايز ونتفرج عليه سوا. طب ما تستني لحد ما بابي يرجع ونتفرج عليه كلنا. لا، مش عاوز استنى. أنا عايزة أشوفه دلوقتي. بابي كده هيزعل. تعالي نتفرج أنا وأنتي على الفيلم اللي إحنا شفناه مع بعض زمان. فيلم إيه؟ فيلم بتاع فاتن حمامة ده. يعني أنتي هتقولي فيلم فاتن حمامة كده أنا أفتكر؟ يا مامي، فاكرة اليوم اللي إحنا كنا راجعين فيه من السفر وبابي سافر في نفس اليوم؟ وأنا قعدت أعيط أعيط وأنتي عشان تسكتيني قعدتيني أتفرج على فيلم بالعافية؟ فيلم بتاع فاتن حمامة محمود مرسي ده، فيلم الليلة الأخيرة. فيلم حلو قوي. ده انت ازاي فاكرة؟ أنا فاكرة اليوم ده كويس جدا، بس مش فاكرة الفيلم، ما شفتوش من ساعتها، بس أنا فاكرة إنه عجبني. انت عارفة انت كنت مرعوبة في آخر الفيلم، كنت خايفة جدا وأنا خفت عليكي وكنتش عايزاكي تكملي، بس انت صممتي اتفرجتي عليه للآخر. انت ازاي تسيبيني أكمل؟ ما انت كنت مصممة. أنا فاكرة يومها كويس، معرفتش أنام يومها من كتر الرعب وأنت مرضتيش تخليني أنام جنبك. طيب خلاص، هصالحك بقى دلوقتي، نتفرج على الفيلم وتنامي جنبي. ألو، إديني بابا. أنت مين أنت؟ أنا عايزة بيت برهان بيت صادق في الرمل. إيه؟ جامعة القاهرة؟ أنت متأكد؟ مش معقول أبات في اسكندرية وأصبح ألاقي نفسي في مصر.